هيفك الاشتباك يا استاذ حسن هدف هنا او هناك. اكيد هيفتح مساحات شويه، لان الفرقتين طبعا بيحاولوا يضيقوا المساحات علشان يعني محدش يقرب لل 18 من سواء من الاهلي او من الزمالك. صحيح. انطلاقة لحسين الشحات اتزحلق مش واخد على الاراضي الجامده دي، ودي واحده انطلاقه من ناحيه مين؟ خطير 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 خطير، اوبا يا ولد يا ولد يا ولد، تسديده حلوه 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 من زيزو، وتألق. والحقيقه شوبير بيقدم مستوى رائع رائع، مصطفى شوبير ولا يهاب اطلاقا هذه المواقف الصعبه، دخل حلو قوي زيزو، احتفظ بكورته وبشماله لكن حط ايده الشمال. برافو يا زيزو، برافو يا مصطفى يا شوبير، ايده الشمال بكفه. الشحات 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 عايز يعدي، وبيقول له قوم، بيقول له قوم. خلي بالك درانكو ده يعني قديم ودولي من 2014. انطلاقة لعبد الله على وسط الملعب، وبص بص الشاشة اللي على اليمين بيوريك اللقطة ايه بوضوح. وادي الهجمة، خطيرة خطيرة، عرضية خطيرة يا ولد يا درش، يا ولد يا مصطفى يا ابن شوبير، حلوة حلوة حلوة. تروح مرة تانية في اليمين، عايز عد، خطير خطير خطير، أرضية يا ولد يا شوبير، هاري هاري. عمر جابر عدى حلوة قوي قوي من ناحية اليمين، لكن اللي يعني كان في متناول الحارس. بتعجبني قوي مسكة شوبير للكورة، بيمسكها صحيح. مش بالبوكس ولا الحاجات من لا. فتوح يعلي فوق أحمد فتوح، لمسة شلبي، مصطفى شلبي، مصطفى مصطفى مصطفى، وتسديدة خطيرة، برافو يا مصطفى، مصطفى شلبي، مصطفى شوبير، تسديدة رائعة وأيضا صدى رائعة. أدي التسديدة وأدي الصدى وصدها على جنب. خلي بالك يا كابتن، اتنين تسديدتين في المباراة في الشوط الأول كله، الاتنين للزمالك. على وسط الملعب، نقلة من فتوح لمصطفى شلبي في الشمال، طلع له حطها له، خطير خطير، عرضية عرضية معدية الدنيا كلها، منتهى الخطورة. أخطر هجمة في الشوط الثاني، وفتوح عمال ينادلهم، يعني الحاجات دي ما بتتكررش كتير. قطعها حلوة جدا قوي قوي، قوية وارتفاعها كويس، قاتل قاتل.